في إطار مقابلاته على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، كما التقى رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب. في إطار مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي يعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. اللقاء شهد تأكيد متانة وعمق العلاقات والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة مؤخرا، مما يفتح الباب أمام مزيد من تعزيز التعاون في ضوء الروابط والمصالح المشتركة التي تجمع الجانبين. كما تناول اللقاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تضافر كافة الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة إلى كافة مناطق القطاع، مع التحذير من التداعيات الكارثية الأمنية والإنسانية الناتجة عن توسيع العمليات العسكرية في المناطق المكتظة بالمدنيين. كما التقى السيد الرئيس السيد روبرت غولوب رئيس وزراء سلوفينيا. اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين. كما شهد اللقاء تباحثا حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث ثمن السيد الرئيس موقف سلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسمح بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا. السيد الرئيس أشاد بالمواقف الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وخاصة قرار إسبانيا التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسباني في هذا الصدد بالجهود المصرية المستمرة على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية ودور مصر المقدر في جهود الوساطة بين كافة الأطراف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين. كما التقى السيد الرئيس بالسيد رئيس رواندا بول كاغامي.